فمن أشعاره نشيد أمة المجد ونشيد قومي وقصيدة أنت السماء التي تغنى بها الفنان الراحل سيد خليفة وغيرها من الأشعار الجميلة المعروفة. الحقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن شاعرنا فمهما كان فلن نوفيه قدره، فقد كان رجلا أمة، وكان شاعرا فزا، شاعر فحل، فأحبه أهله وزويه وكل من حوله في هذه البلدة في حلفاية الملوك. فكانت حلفاية الملوك إذا مر الشاعر إدريس محمد جماع فيقفون له ويحيونه صغيرا وكبيرا. كان عندما يدخل الفصل فلا يكتفي بمادته، بل يحس تلاميذه على بعض الأعمال وبعض القيم، فكان يحسهم على بر الوالدين وعلى العمل. وذلك حين يقول أنا بالصبح تلميذ وبعد الظهر نجار، ولي قلم وإزميل ومنشار، فللعلماء مرتبة وللصناع مقدار. هذا في يحسهم على العمل، ويقول له وهم أيضا في بر الوالدين واحفظ أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واحفظ لأمك حقها وحقوقها عند الكبر، فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع منهمر. فكان شاعرنا كما قلت يحب الأطفال ويحب الكبار ويتعامل معهم معاملة جيدة، وذلك يبدو في قصيدته باسم الشاعر حين قال ما له أيقظ الشجون فقاست وحشة الليل واستثار الخيال، ما له في مواكب الليل يمشي ويناجي أشباحه والظلال، هين تستخفه بسمة الطفل قوي يصارع الأجيال، ماجن حطم القيد وصوفي قضى العمر نشوة وابتهالا، خلقت طينة الأسى فغشتها نار وجد فأصبحت صلصالا، ثم صاح القضاء كوني فكانت طينة البؤس شاعرا مثالا، يتغنى مع الرياح إذا غنت فيشجي خميله والتلالا، صاغ من كل ربوة منبرا يسكب في سمعه الشجون الطوالا، طفل أشاد الرمال قصورا هي آماله ودك الرمال، هو كالعود ينفح العطر للناس ويفنى تحرقا واشتعالا. فكان فعلا شاعرنا ينفح العطر للناس، يعني كان كل الناس يحبونه ويقولون شعره ويتمنون أن يقول لهم هذا الشعر فيستمتعون به، ولكنه هو في غربته رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. شكرا. توفي الشاعر إدريس محمد جماع في يوم 24 من مارس من العام 1980، ودفن في مقابر الصوارد بحلفاية الملوك، وهي مغبرة قديمة تقع في أطراف المدينة الشمالية، وقد دفن في الجزء المخصص منها للعبدالله. وكانت خاتمة المطاف قصيدته صوت من وراء القضبان، وهي تمثل آخر ما نظم من شعر بعد أن بلغت أعصابه حدا من الإرهاق أثر على إدراكه ووعيه، ثم صار كل ذلك إلى زوال، فبكته بنات الشعر، وشق الأمر على حمائم الأيك فأرسلت شجوا حزينا رحمة بالشاعر وأسفا عليه وعلى هوان منبر الشعر.